السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المنتوجات اللي وجدنا الأحباب ديالنا بمناسبة الصيف ومناسبة سميتو بعض المقطرات، والآن غادي نتكلم لكم على الفوائد ديال واحد المقطر اللي كيتصنف بالصيدليات الاسترخاء في جل المنازل. إذا مقطر الخزامى، مقطر الخزامى كما كان على المعين من اليقين الفوائد ديال الخزامى، غنتكلموا على الفوائد ديال هذا المقطر. هذا المقطر اللي هو كيصلح لامراض كثيره، منها العياء، منها التعب، منها تنشيط الدوره الدمويه، المناطق الحساسه كذلك بالنسبه للنساء والرجال. يعني يستعمل كشروب مع الماء، او يستعمل كذلك حتى مع الماء لتنقيه المسالك البوليه من بعض الطفيليات ومن بعض الروائح الكريهه. وكذلك ما نساوش بانه الانسان اللي تيكون عنده رائحه فم كريهه، نقبط جوج معلقات صغار ونضيفهم لمعجون الاسنان ديالو ونغسل بهم، راه ممتاز بزاف. اذا الفوائد ديال هذا لا تعد ولا تحصى. يعني مثلا كاين اللي بغى يشربو كاع بلا ما، كيشرب غير نص معلقه صغيره بحال هكذا، بسم الله، كيقول بسم الله، وهو مركز كيصلح بعد التخمه اللي كتكون المرض، التخمه قويه بزاف، وكيصلح كذلك حتى على تنقيه المسالك البوليه. اذا هذا هو الخلاصه ديال فوائد مقطر الخزامى، وله فوائد كثيره. كان معكم اخوكم المعالج الطبيعي موسى الشهب، يحييكم بتحيه الاسلام من العاصمه الاسماعيليه مكناسة الزيتون. هاتفنا رهن اشارتكم 06 63 77 42 82، مكناس المملكه المغربيه.